عند الميقات، ميقات وقت امضاه، في اشياء عندما تدخل في النسك تحرم عليك. هي محظورات الإحرام، أشياء ممنوعة عليك إذا أحرمت يمنع أن تصنع هذه الأشياء. نعم. تقليم الأظافر وقص الشعر والطيب، يعني يمنع استخدام الطيب للرجال وللنساء. نعم، وكذلك لا يمكن أن يكون هو أحد أطراف العقد في النكاح، لا يمكن أن يكون زوج ولا زوجة ولا ولي. نعم. يحرم كذلك الجماع، ويحرم مقدمات الجماع كالتقبيل وغيره. الرجل لا يمكن أن يلبس القميص ولا الثوب ولا يغطي الرأس بطاقية أو غترة. نعم. والمرأة لا تلبس النقاب ولا القفازين. يحرم كذلك عليه الصيد، يصيد يعني الحيوانات البرية المتوحشة. نعم. يحرص الحاج أنه لا يتكلم بأشياء محرمة أو يجادل. نعم. يحرص أنه دائما يلبي. إذا شعر أنه تكلم بشيء أو صنع يعني شيئا حراما يلبي. عندما يمشي الباص دائما، عندما يتقدم ويمشي تبدأ بالتلبية. والله أعلم. نعم.